السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي مع الفصل الدراسي الأول مادة اللغة العربية. هنتكلم مع بعض عن المحور الأول وهو من أكون. الموضوع الأول أنا مميز. هنتكلم عن حرف الألف. حرف الألف، تعالوا نشوف مع بعض قصة حرف الألف. نقرأ مع بعض القصة. بيقول لي أحمد تلميذ صغير، اصطحبته أمه إلى الحديقة فرأى أرنبا فأشار إليه فقالت أمه أرنب، ولكن أحمد لا يستطيع الكلام بعد فظل يشير إليه ويقول أ. يبقى النهاردة مع قصة حرف الألف اتعرفنا إن في صديقي اسمه أحمد، ده تلميذ صغير، اصطحبته أمه يعني أخذته أمه إلى الحديقة، شاهد في الحديقة أرنبا وأشار إليه، يعني كان بيشاور على الأرنب. الأم حبت تعرف أحمد اسم الحيوان وقالت له ان هو اسمه أرنب، لكن أحمد كان لا يستطيع الكلام فقعد يقرأ أول حرف من كلمة أرنب وقعد يقول ايه أ. طيب بصوا كده معايا، مين شطور يقدر يطلع لي من قصة حرف الألف بعض الكلمات التي تحتوي على حرف الألف؟ كلمة أحمد يميس تبدأ بحرف الألف، كلمة أمه تبدأ بحرف الألف أو، كلمة إلى تبدأ بحرف الألف إي، فرأى فرأى برضو وسطها حرف الألف، كلمة أرنبا تبدأ بحرف الألف، فأشار فأشار الألف برضو هنا تبدأ كلمة أشار بحرف الألف فتحة، كلمة إليه إليه، فقالت أمه كلمة أمه كلمة أمه، ثم أيضا كلمة أرنب أرنب، وقلنا يمس قبل كده كلمة أحمد، وقلنا قبل كده كلمة أحمد التي بدأت بها القصة وهو اسم صديقنا الذي تعرفه أمه على حرف الألف. شطورة، برافو عليكي حبيبتي. طيب تعالوا نشوف بعد كده الشريحة اللي بعديها عندنا فيها ايه. بيبتدي يعرفني على اشكال حرف الالف. طيب تعالوا نبص مع بعض على شكل حرف الالف في اول الكلمة. طيب نبتدي نتكلم الاول عن حرف الالف. حرف الالف ده من الحروف النافرة. طب يعني ايه مس من الحروف النافرة؟ يعني من الحروف التي لا تمد يدها للحرف الذي ايه بعدها. تمام. طيب كمان عندنا حرف الألف ده هو بس من الحروف النافرة؟ لا، عندنا كمان حروف تانية من الحروف النافرة. زي ايه كده لو تقدري تقولي لي؟ ميس عندنا حرف الألف وحرف الدال والزال، برافو عليكي، والراء والزال، برافو عليكي، وحرف الواو يمس، برافو عليكي. يبقى عندنا اتنين اخوات، حرف الدال والذال، وكمان حرف الراء والزاي، وحرف الايه الواو والالف، دول من الحروف الايه النافرة. طيب لما يكون حرف الالف في اول الكلمة يبقى حرف الالف مش هيمد ايده اللي قبليه لان هو ده دلوقتي اول ايه اول حرف. طيب وهو كمان من الحروف النافرة يبقى بالتالي مش هيمد ايده لايه اللي بعدي. طيب تعالوا نشوف الصورة اللي قدامنا دي، صورة ايه؟ أسد. برافو عليكي، كلمة أسد. سمعنا صوت حرف الألف فين؟ في بداية الكلمة. برافو عليكي، في بداية الكلمة أسد أسد. يلا كده انطقي الكلمة معايا. ايه أسد. شطورة، برافو عليكي. طيب نشوف الصورة اللي بعديها. ها صورة ايه لسه اتعرفنا عليها في القصة؟ أرنب. برافو عليكي، صورة أرنب. سمعنا صوت حرف الألف في أول الكلمة أرنب. تمام. يلا نشوف الصورة اللي بعديها. ها صورة ايه؟ أم. برافو عليكي، صورة أم. طيب بصي كده خدي بالك كده معايا، في كلمة أم حرف الألف ده فين؟ في أول الكلمة. طيب لاحظي معايا في الكلمات اللي موجودة عندي، كلمة أسد وكلمة أرنب وكلمة أم، حرف الألف ماسك في أي حرف بعديه؟
لا يا ميس، لأنه من الحروف النافرة. شطورة، برافو عليكي. يبقى احنا اتعرفنا ان حرف الألف من الحروف النافرة. نكمل باقي أشكال حرف الألف في وسط الكلمة. طب أنا عندي حرف الألف في وسط الكلمة هيبقى له شكلين. أول شكل منهم اللي هو زي الألف في أول الكلمة، يعني لا هيمد إيده اليمين ولا يده الإيه؟ اليسار. وتاني شكل حرف الألف هيمد إيده اليمين فقط لأنه من الحروف النافرة، فمش هيمد إيده الإيه؟ اليسار. تعالوا كده نتعرف على شكل الكلمات. طيب أول كلمة هنا كلمة رأس. طيب كلمة رأس، رأس هنا زي أنه شكل من حرف الألف في وسط الكلمة؟ زي أول شكل ولا ثاني شكل؟ لا يا ميس، زي أول شكل يا ميس. شطورة، برافو عليكي. يعني واقف لوحده، مش ماسك في أي إيه؟ مش ماسك في أي حد. طيب تعالوا نشوف الكلمة اللي بعديها. ها، كلمة صورة كأس. برافو عليكي، صورة إيه؟ كأس. كأس. طيب حرف الألف هنا زي شكله الأول ولا شكله الثاني؟ الثاني يا مد يا ميس، يمد يده لحرف الك. برافو عليكي، مد ايديه اليمين لحرف الايه؟ لحرف الك، يتصل طيب بما قبله. برافو عليكي، شطورة. طب تعالي نشوف الكلمة اللي بعديها، كلمة ايه؟ فأس. برافو، كلمة فأس، برضو زي انه شكل من عندي من الأشكال اللي موجودة عندي، الشكل الأول ولا الثاني؟ يمد يده للحرف الذي يسبقه. برافو عليكي شطورة، يبقى هو متصل بحرف الايه؟ بحرف الفاء. الفاء، تمام كده. يبقى أخدنا الكلمات لحرف الألف في وسط الكلمة زي كلمة رأس وكلمة كأس وكلمة فأس. تمام شطورة، برافو عليكي. نكمل باقي أشكال حرف الألف، وهنتكلم عن شكل حرف الألف في آخر الكلمة كمان يا سنة أولى. شكل حرف الألف في آخر الكلمة برضو ليه شكلين. أول شكل منهم هيكون واقف لوحده، تمام، لأنه مش هيمد إيده ولا اليمين ولا اليسار، يعني لا متصل بالحرف اللي قبله ولا يتصل بالحرف الذي إيه؟ بعده. طيب وعندي كمان الشكل الثاني، هيكون الحرف الألف متصل بالحرف الذي قبله فقط، تمام، ولا يتصل بالحرف الذي بعده لأنه من الحروف النافذة. أول كلمة عندي كلمة قرأ. كلمة قرأ، برافو عليكي، كلمة قرأ. طيب كلمة قرأ دي أنه شكل من الأشكال اللي موجودة عندي، الأول ولا الثاني؟ الأول يا ميس. برافو عليك. طب ليه من الشكل الأول؟ لأن الحرف هو نافر والذي يسبقه نافر. برافو عليك، مش هيمد إيده يا ميس، اللي قبله حرف الراء يا ميس، وهو من حروف النافر، لسه قايلنا في البداية. برافو عليك، يبقى لأن حرف الألف من الحروف النافرة وحرف الراء كمان من الحروف النافرة، يبقى حرف الألف هيقف لإيه؟ لوحده. تعالوا نشوف الكلمة اللي بعديها، كلمة نبأ. كلمة نبأ، ها، زي انه شكل من الاشكال اللي موجوده عندي، الاول ولا الثاني؟ الثاني يا ميس، الشكل الثاني، بيتصل بما يسبقه مع حرف الباء. شطوره، برافو عليكي. نشوف الكلمه اللي بعديها، كلمه سبق. سبق، شطوره، برافو عليكي. طب وكلمه سبق برضو زي انه شكل، الشكل الاول ولا الثاني؟ الشكل الثاني، بمد يده لحرف الباء ايضا. برافو، يبقى حرف الالف هنا برضو متصل بحرف الايه؟ متصل بحرف الباء. يبقى الكلمات لحرف الالف في اخر الكلمه مثل كلمه قرأ وكلمه نبأ وكلمه سبق. شطوره، برافو عليكي. نكمل مع بعض ونشوف الشريحه التاليه. بيقول لي عندي تدريب، ضع دائره مكان صوت حرف الألف. ضع دائرة مكان صوت حرف الألف، بمعنى ان احنا هنشوف حرف الألف سمعت صوته فين، وابتدي احط دائرة في المكان اللي انا سمعت فيه صوت حرف الايه؟ الألف، سواء كان في اول الكلمة او وسط الكلمة او اخر الكلمة. اول صورة معايا هي صورة اسد. طيب قولي لي كلمة اسد مكونة من كم حرف؟ ثلاثة أمس. برافو عليكي، ثلاثة حروف. طيب وأنا بقول كلمة أسد سمعت صوت حرف الألف فين؟ في أول الكلمة. شطورة، برافو عليكي. يبقى أنا هضع دائرة في المربع الأول مكان ما سمعت صوت حرف الإيه؟ الألف. طيب نشوف الصورة التالية، ها، كلمة إيه؟ رأس. برافو عليكي، كلمة رأس. قولي لي كلمة رأس مكونة من كام حرف؟ من ثلاثة أحرف. شطورة، برافو عليكي. قولي لي طيب أنا سمعت صوت حرف الألف فين؟ مكانه كان فين؟ في وسط الكلمة. يبقى أنا هضع دائرة في المربع الثاني لأن ده مكان صوت حرف الإيه؟ صوت حرف الألف في وسط الكلمة. تمام، يلا نشوف الصورة التالية. أذن.
أذن. ها سمعت صوت حرف الألف فين؟ في بداية الكلمة أو في أول الكلمة. برافو عليكي، في أول الكلمة. وكلمة أذن مكونة من كم حرف؟ ثلاثة أحرف. شطورة، برافو عليكي. يبقى هضع دائرة في المربع الأول لأن أنا سمعت صوت حرف الألف في أول الكلمة. تمام كده؟ يلا نشوف الشريحة التالية. بيقولي هات كلمات أولها حرف الألف. هات كلمات أولها حرف الألف. معنى السؤال إن أنا عايزة أجمع كلمات تبتدي بحرف الألف. طيب تعالوا نشوف كده أمثلة زي إيه؟ كلمة إيه؟ ميس أول كلمة خدناها يا ميس في القصة أرنبون. برافو عليكي، كلمة إيه؟ أرنبون. طيب تعالوا نشوف الصورة اللي بعديها. ها ميس أكلة بحبها جدا يا ميس. ها طبق، الطبق ده فيه إيه؟ فيه طعام الأرز يا ميس. برافو عليكي، فيه إيه؟ أرز. طبعا كلنا بناكل الأرز أو بناكل الإيه؟ الأرز. يلا نشوف الصورة اللي بعديها. حيوان قوي جدا يا ميس، أسد. برافو عليكي، وده حيوان من الحيوانات الإيه؟ المفترسة. شطورة، برافو عليكي. برضو كلمة إيه؟ أسد. يبقى إحنا كده أخدنا إن كلمة أرنب وكلمة أرز وكلمة أسد كلهم كلمات بتبدأ بحرف الإيه؟ الألف. الألف. طب لو أنت شطورة تجيبي لي كلمة دلوقتي حالا تبدأ بحرف الألف بس مش موجودة قدامي. أم يا ميس. برافو عليكي شطورة، كلمة أم. أنت كده مركزة معايا. يا سنة أولى ابتدائي عندنا كل حرف بيبقى له حركات. طب إيه هي الحركات دي؟ الحركات دي زي الفتحة. طيب قوليها لي كده معايا. الحركات القصيرة يا ميس حضرتك عطيها لنا، الفتحة والكسرة والضمة والسكون. شطورة، برافو عليكي، هي دي الحركات الايه؟ القصيرة. طيب تعالوا نشوف أول حركة من الحركات القصيرة وهي بتبقى في فصل الصيف ورحلة حرف الألف مع فصل الصيف. فصل الصيف طبعا الجو بيبقى حر جدا، تمام، والحرف الألف بيرتدي قبعة. القبعة بتاعت حرف الألف بتبقى حركة الفتحة، تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف بعض الكلمات التي بها حرف الألف وعليه فتحة. ها زي كلمة إيه؟ أرنبون. أرنبون، شطورة، برافو عليكي. بصي كده أنا سمعت صوت حرف الألف كنت بقول عليه إيه؟ آ. آ. برافو عليكي، آ أرنبون. ها ألف فتحة آ أرنبون. شطورة، برافو عليكي. طب تعالي نشوف كلمة أخرى. ها زي كلمة إيه؟ أسد. برافو، آ فتحة أسد. ها ألف فتحة آ أسد. شطورة، برافو عليكي. يبقى هنا كده أنا سمعت صوت حرف الألف لما بيكون عليه فتحة صوته بيبقى عامل إزاي؟ صوته يا ميس آ. برافو عليكي شطورة. نكمل رحلة حرف الألف مع فصول السنة، وهنا عندنا فصل الشتاء. ها بتكون في أمطار كتير، صح ولا مش صح؟ ها حرف الألف بيخاف من التزحلق، ها فبيحمي نفسه وبيحط تحت إيه؟ كسرة. برافو عليكي، زي كلمة إيه؟ إيه؟ إبريق. برافو عليكي، زي كلمة إبريق. برافو عليكي. طب تعالوا نشوف كلمة تانية زي كلمة إيه؟ ها عارفاها يا ميس، إبرة. إبرة. طيب وانا اقرا الكلمات كده سمعت صوت حرف الالف تحتيه كسره اسمه ايه؟ صوت. ايه ها ميز. اسمه ايه؟ صوت حرف الالف وتحتيه كسره يا ميس، اي الف كسره اي. شطوره، برافو عليك، كسره اي. شطوره، يلا نكمل. ها نبص على حرف الالف وهو في فصل الخريف. طبعا احنا عارفين ان فصل الخريف بتتساقط فيه الاوراق وبيكون فيه ايه؟ صوت كده زي صوت هواء جامد كده، صوت رياح شديده. صوت رياح ايه؟ شديده. صوت رياح بتعمل شديدة. ايه؟ اووو. برافو. طيب تعالي نقرا الكلمه اللي معانا دي، كلمه ايه؟ ها الف ضمه او. الف ضمه اخ أخطبوط. برافو عليكي، كلمة أخطبوط. ها لاحظتي هنا صوت حرف الألف صوته عامل إزاي؟ بنضمه يا ميس. ها بقول إيه؟ بقول ألف ضمة أو. شطورة. طب تعالي نشوف الكلمة اللي بعديها. ها كلمة أذن. برافو عليكي، كلمة أذن. ها نأكد تاني، حرف الألف عليه ضمة، صوت حرف الألف عليه ضمة مش بيبقى صوته عامل إزاي؟ هنضم صوته يا ميس، هنضم صوت حرف الألف واحنا بنضم كده شفايفنا يا ميس هيبقى او. برافو عليكي، يبقى صوت حرف الالف عليه ضمه او، زي كلمه اخطبوط وكلمه اذن. برافو عليكي.
يلا نكمل حرف الألف مع آخر فصل من فصول السنة وهو فصل الربيع. طبعا في فصل الربيع بيكون الجو هادي وبيكون فيه سكون، صح ولا مش صح؟ أيوة يا ميس. يبقى المرة دي حرف الألف هيكون عليه إيه؟ سكون. سكون. طيب زي كلمة إيه كده عندنا؟ كأس. زي كلمة كأس. طب لحظي كده معايا، في حرف الألف، هو حرف الألف جه في أول الكلمة؟ لا يا ميس، وسط الكلمة. طيب ليه؟ عشان احنا متفقين مع بعض ان ما ينفعش الحرف يجي عليه سكون في اول الكلمة، لان السكون دي حركة ضعيفة لازم حرف قبليها يقويها. طيب احنا هنا حطينا قبليها حرف الكاف، ها نطقناها كلمة ايه؟ كأس. كأس. برافو عليكي. طيب نشوف كلمة بعديها، ها صورة. الصورة دي ها صورة رأس. ايه؟ برافو عليكي، صورة رأس. برضو نفس الكلام، جت في أول الكلمة حرف الألف؟ لا يا ميس، وسط الكلمة. برافو عليكي، واتفقنا عشان السكون حركة ضعيفة. ها مين هنا سند حرف السكون حرف الألف؟ الراء. برافو عليكي، ها ونطقتها ايه؟ رأس. شطورة، برافو عليكي، حقف كده على حرف الايه؟ الألف. يبقى اتفقنا ان الحرف الساكن ما ينفعش انطقه لوحده، لازم حرف قبليه يقويه، تمام كده؟ زي كلمة كأس وكلمة رأس، تمام؟ يلا بقى أصدقائي كده معايا تدريب، بيقول لي ضع مكان النقط آ إي أو أ. طيب تعالوا نشوف مع بعض الكلمات كده ونفكر مع بعض ازاي هنحلها. يلا الصورة اللي موجودة عندي احنا اخدناها قبل كده، ها صورة ايه؟ اخطبوط. برافو عليكي. ايه الصوت اللي انت سمعتيه هنا؟ سمعت. اول الكلمة سمعت صوت ايه؟ حرف الالف ضمة يا ميس. برافو عليكي، حرف الالف وعليه ضمة. اخطبوط، برافو عليكي. طيب نشوف الصورة اللي بعديها، ها كلمة كأس. كأس، ها ميزيلي هنا صوت حرف الالف. ميس ك ك صوت ألف سكون يمس. برافو عليكي، وقفنا على حرف الألف، يبقى حرف الألف هنا كان عليه سكون. شطورة، برافو عليكي. شوف الكلمة اللي بعديها، ها كلمة ألف كسرة إي إبريق. برافو عليكي، ألف كسرة إي إبريق. شطورة، برافو عليكي. يبقى هنا صوت حرف الألف هنا كان صوته عامل إزاي؟ إي. شطورة. يلا مع آخر بقى كلمة معانا، ها كلمة أرنبون. أرنبون، أرنبون، ها يبقى الألف هنا عليها إيه؟ فتحة. برافو عليكي. تعالوا نرجع كده الحركات القصيرة لحرف الألف، ها نقولها مع بعض. ألف ضمة أو. برافو. كلمة أخطبوط. ها كلمة كأس، ألف سكون ك ك ك. كلمة إبريق، ألف كسرة إي، ألف كسرة إي إبريق. نكمل مع بعض الحركات الطويلة لحرف الألف. طيب إحنا أول ما نسمع حركات طويلة لحرف الألف يبقى إحنا بنتكلم على ثلاث أنواع من أنواع المدود، زي المد بالإيه؟ مد بالألف. ومد بإيه كمان؟ مد بالياء. ومد بالواو. شطورة، برافو عليكي. تعالي كده نتعرف على حرف الألف مع المد بالألف. طيب تعالوا نبص كده، حرف الألف لما بيجي على طول وراه مد بالألف بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى عصاية، والعصاية دي فوقيها زي موجة صغننة. طيب العصاية وفوقيها موجة صغننة لما اجي انطقها بنطقها ازاي؟ خلاص كده؟ طيب ولازم تفرق لي ما بين الحركة الطويلة والحركة القصيرة. فاكرين لما كنا بننطق حرف الألف عليه فتحة كان بيبقى اسمه ايه؟ برافو. لكن لما يكون حرف الألف وراه مد بالألف هنطقه اقول عليه ايه؟ يبقى في فرق ما بين الحركتين، الحركة القصيرة والحركة الطويلة لحرف الألف. طيب لو انا لقيت حرف الألف عصاية وعليها موجة، انا عايزة افك الحرف ده، بفكه يبقى عامل ازاي؟ قال لي حرف الألف ده بيتفك لإيه؟ لحرفين. أول حاجة الألف وعليها همزة، تمام؟ وبعديها على طول مد بالألف، تمام؟ طيب المد بالألف دايماً بيبقى الحرف اللي قبليه عليه فتحة. طب تعالوا نشوف زي كلمة إيه كده؟ زي كلمة آمال. ها زي كلمة آمال. برافو عليكي. هنا
كلمة أمال فيها مد بالألف ولا ما فيهاش مد بالألف؟ فيها مد بالألف يا ميس. طب تقدري تشاوري لي فين المد بالألف؟ ميس الألف المكتوب الأخضر يا ميس دي ألف ممدودة بالألف يا ميس. وعندي كمان عليك. تاني يا ميس مد تاني اللي هو بعد حرف الميم برضو يا ميس أهو مد بالإيه؟ مد بالألف. يبقى فيها كده كلمة أمال فيها مدين، والمدين الهمزة ممدودة بالألف والميم ممدودة بالألف. شطورة برافو عليك. الاثنين فيهم مد بالألف يا ميس. آمال لازم أطول في صوت حرف اللي إيه اللي قبل المد. يعني أنا عندي هنا يا ميس المد اللي مكتوب الألف اللي مكتوب الأخضر دي معناها إن هي ألف فتحة ممدودة بالألف، يبقى أطول في صوت الحرف الألف بالفتح. هقول إيه يا ميس؟ آمال. طولت في صوت حرف الألف، طولت صوت حرف الألف. نيجي على المد بالألف التاني يا ميس، هلاقي كلمة إيه؟ هلاقي حرف الميم برضو يا ميس ممدود بالمد بالألف، فهطول في صوت حرف الميم. آمال. ما طولت الصوت الحرف يا ميس. شطورة برافو عليكي. طيب تعالوا نشوف الكلمة اللي بعديها. بيقول لي الحرف الألف النهاردة دلوقتي هيتعامل مع الحركة الطويلة اللي هو المد بالياء. طيب لما هاجي أنطق صوت حرف الألف معاه مد بالياء هقول عليها إي. هقول عليها إي. شطورة برافو عليكي. بس برضو في فرق ما بينها وما بين الحركة القصيرة اللي هي ألف تحتيها كسرة. قوليلي كده ألف تحتيها كسرة صوتها بيبقى عامل إزاي؟ إي يا ميس. برافو. لكن الألف تحتيها كسرة وبعديها مد بالياء بيبقى صوتها إي. برافو. زي الكلمة اللي معانا هنا كلمة إي ناس. إي ناس. لو أنت شطورة تقوليلي كلمة إي ناس فيها مد بإيه؟ فيها مد بالياء يا ميس. برافو. لو انت شطوره كمان قولي فيها مد تاني مد ايه؟ فيها مد بالالف يا ميس. برافو عليكي. فيها كمان مد بالايه؟ مد بالالف. طيب في كلمه ايناس ها فيها مد بالياء، مين الحرف الممدود؟ حرف ممدود الالف كسره يا ميس. برافو عليكي. طيب وبرده في نفس الكلمه هي فيها مد بالالف، مين الحرف الممدود؟ النون يا ميس. برافو عليكي شطوره. يلا نروح للحركه الثالثه. ها والحركة الثالثة هي المد بالواو، الألف مع المد بالواو. طب لما هاجي هنطقه صوته بيبقى عامل ازاي؟ أو. ها تاني صوته بيبقى عامل ازاي؟ أو. وطبعا في فرق ما بينه وما بين الحركة القصيرة اللي هي الضمة، الألف عليها ضمة بنطقها ايه؟ أو. برافو. لكن الألف عليها ضمة وبعديها مد بالواو بنطقها أو. زي كلمة معانا كلمة أولى، زي كلمة أولى. ها كلمة أولى هنا فيها مد بإيه؟ بالواو يا ميس. ماشي. ومين الحرف الممدود؟ الألف ضمة يا ميس. برافو عليكي شطورة. طيب نكمل مع بعض. بيقول لي عندي هنا تدريب، ضع دائرة حول حرف المد. ضع دائرة حول حرف المد. يلا بينا نشوف الكلمة ونقرأها ونشوف المد حرف المد فين اللي موجود في الكلمة. يلا كلمة فراغ شه. فراشه. يلا فين حرف المد هنا؟ الالف يا ميس. برافو عليكي. يبقى احنا هنضع على حرف المد ايه؟ دائره. يلا الكلمه اللي بعديها حوت. حوت. فين هنا حرف المد؟ عندي مد بالواو يا ميس. برافو عليكي. هنا مد بالواو. يلا الكلمه التاليه فيل. فيل. ها مد بالياء يا ميس. برافو. مد بالياء. نضع دائره على المد بالياء. يلا بينا الحرف الكلمه اللي بعديها تين. تين. ها مد بالياء برضو يا ميس. مد بالياء. شطورة برافو عليكي. يلا الكلمة اللي وراها كلمة زرا ف. زرا ف. يلا مد بإيه؟ مد بالألف. شطورة برافو عليكي. مد بالألف. تمام كده. يلا نكمل مع بعض. بيقولي عندي هنا سؤال المتفوقين. يلا كلنا نركز بقى كويس ونفكر عشان نعرف نحل سؤال المتفوقين. بيقول لي عندي ايه؟ حيوان مفترس يبدأ بحرف الألف وهو ملك الغابة. هنركز مع بعض. فزورة اهي معايا، عايزاكم كلكم تحلوها لي ومستنية إجاباتكم. هقرا السؤال مرة تانية. حيوان مفترس يبدأ بحرف الألف وهو ملك الغابة. مستنية إجاباتكم. موعدنا الآن مع أنواع المد. تعالوا نتعرف على أنواع المد مع بعض.
عندي اول نوع من انواع المد، عندي مد بالالف ومد بالياء ومد بالواو، دول تلات انواع من انواع المدود. طيب تعالوا نبص مع بعض كده، اول حاجه هنتكلم عنه هو المد بالالف. طيب تعالوا نبص مد بالالف زي كلمه ايه؟ بستان. برافو عليكي. طيب وزي كلمه ايه كمان؟ تاج. شطوره. وكلمه ايه كمان؟ شراع. شراع. برافو. وكلمه ايه كمان؟ خيار. شطوره. وكلمه ايه كمان؟ مال. برافو عليكي. طيب انا عايزاكي تقولي لي انا لاحظت ايه هنا في الكلمات اللي موجوده عندي؟ ها ميس، لاحظنا ان دايما قبل مد الالف الحرف اللي قبله بيكون عليه فتحه. برافو عليكي. اللي انا بقى عايزه اقوله لكم يا سنه اولى ان في المد بالالف اول حاجه المد بالالف ما بيجيش في اول الكلمه الا لو كان في حرف قبله، تمام؟ لكن هو يجي الف في اول الكلمه واقول عليها مد، لا ما ينفعش. تاني حاجه المد بالالف ما بيجيش عليه همزه، ما ينفعش احط على المد بالالف همزه، تمام؟ تالت حاجه المد بالالف بيجي في وسط الكلمه او في اخر الكلمه. طيب زي مثلا نمسك كلمه بستان. ها بستان، ايه اللي حصل؟ انا مديت حرف التاء، مسكته كده في ايدي ومديت صوت حرف التاء، صح كده؟ ليه مديت صوت حرف التاء؟ لان جه بعديه مد بالالف، تمام؟ طيب المد بالالف بيحب يكون قبليه فتحه، يبقى الحرف اللي قبليه بيكون عليه فتحه، تمام كده؟ يبقى تاني المد بالالف بيكون الحرف اللي قبليه بيكون عليه فتحه. طيب هسمي الحرف اللي انا مديته في ايديا ده وانا بنطق المد بالالف، هسميه ايه؟ اسميه الحرف الممدود. يعني مثلا في كلمه بستان، ها فيها مد بالالف، طيب مين الحرف الممدود؟ التاء. لان انا مديت صوت حرف الايه؟ حرف التاء، تمام كده؟ طيب تعالي ننتقل لكلمه تاج. ها يلا قولي لي تاج. ها تاج هيبقى يمس الحرف الممدود ايضا التاء ويبقى عليه فتحه يا مس، وهنطول صوت حرف التاء عن الفتحه القصيره، يبقى هقول ايه؟ تاج. شطوره، برافو عليكي. ننتقل للكلمه اللي وراها، كلمه شراع. ها كلمه شراع. برافو عليكي. طيب هنا برضو عندنا كلمه شراع هي مد بالالف، تمام؟ ها والحرف اللي قبليها هو حرف الايه؟ الراء. الراء عليه فتحه، تمام كده؟ وبسميه ده ان هو ده الحرف الايه؟ الممدود. يلا الكلمه اللي وراها كلمه، ها اقريها الكلمه معايا، خيار. بصي ما اديتش حرف الايه؟ الياء. الياء، يبقى الحرف الياء ده هو بسميه الحرف الايه؟ الممدود. لكن حرف الالف ده انا بسميه حرف المد. حرف المد، شطوره، برافو عليكي. طب هنيجي لاخر كلمه، كلمه امال. انا عايزاكي تميزي لي هنا في كلمه امال، انا عندي هنا مدين بالالف بس لو انت شطوره هتطلعهم لي. يلا كده قولي لي اول مد منهم. ميس المد الاول اللي هي الالف الممدوده يا ميس، الف فتحه ممدوده بالالف بتتضم مع بعضها وتتكتب الف ممدوده، يبقى ده المد الاول. برافو مد عليكي. بالالف بنمد صوت حرف الالف فتحه. طب اقول والحرف الثاني يا ميس، المد الثاني هو مد بالالف لحرف الميم. طيب برافو عليك. محدش بقى يقول لي يا ميس هنا حرف الالف جه في الاول وحضرتك قلت لنا ده مش مد. لا انا هنا حرف الالف دي ده الف مدموجه، الف همزه عليها همزه وراها على طول الالف الايه؟ الف المد، ده مكتوب هما الاثنين وعملتهم بحركه واحده الف عليها الايه؟ عليها الموجه الصغننه، تمام؟ او الهمزه الممدوده. طيب كان في برضه عندي مد تاني في نفس الكلمه اللي هو مدينا صوت حرف الميم يا ميس. برافو عليكي، ده برضه مد بالالف. بالالف والحرف الممدود هنا هو حرف الايه؟ الميم. الميم، شطوره، برافو عليكي. طيب تعالوا بعد كده نتكلم عن المد بالياء. نفس القاعده اللي موجوده عندي ان المد ما بيجيش في اول الكلمه، المد يا اما بيجي لي في وسط الكلمه يا اما اخر الكلمه، تمام كده؟ اول كلمه عندي مثل كلمه صديقنا جميل يا ميس. برافو عليكي، عايزاكي تنطقيها بقى صح، اسمها ايه؟ هقول يا ميس جا
ميل. برافو عليكي. وطول صوت حرف الميم بالكسر. اه ليه بقى؟ لان ده مد بالايه؟ بالياء. ايه اللي حصل لبقي كده وانا بقول كلمه جميل؟ مسكيني بكسر بندق يعني. اه انا بكسر بقي كده لتحت، بكسر الحرف على سناني وطول صوت الحرف الذي يسبقه. برافو عليكي. وبسمي الحرف اللي قبل المد بالياء ده بسميه الحرف الممدود. الايه؟ الممدود، لان ده الحرف اللي انا مديت في صوته. تمام كده. طب يبقى كلمه جميل دي مد بالياء، ومين هنا الحرف الممدود؟ الميم، ولازم يكون تحتها ايه؟ كسرة. كسرة، لان صاحبة المد بالياء الايه؟ الكسرة. طيب تعالوا نشوف كلمة اخرى. ها، مثل كلمة برسيم. برافو عليكي، برسيم. بصي كده وانا بقولها بقول ايه؟ برسيم. ايه اللي حصل؟ في حرف انا كسرته جامد قوي، مين صوت الحرف اللي انا كسرته جامد قوي؟ حرف السين يا ميس، لان احنا طولنا صوته. برافو عليكي. يبقى كلمة برسيم فيها مد بالايه؟ اه كلمة برسيم فيها مد بايه؟ بالياء، والحرف الممدود السين. نشوف الكلمة اللي بعديها. ها، كلمة تماسيح. برافو، برضو هنا سمعت صوت حرف انا كسرته جامد قوي، السين يا ميس. برافو عليكي، صوت حرف الايه؟ السين. يبقى هنا كلمة تماسيح مد بالياء، ومين الحرف الممدود؟ السين. واتفقنا ان صاحبه المد بالياء مين؟ الكسره. شطوره، برافو عليكي. يبقى ناخد بقى بعد كده اخر نوع من انواع المد، وهو المد بالواو. المد بالايه؟ بالواو. طيب شطوره، تعالوا نشوف الكلمه اللي معايا هنا. كلمه حاجه بنحبها كلنا يا ميس. اه كلمه ايه؟ فول. فول. ايه اللي حصل؟ طولت في صوت ايه؟ صوت حرف الفاء. اه طولت في صوت حرف الايه؟ الفاء. ها نطقتها ايه؟ فول. يبقى كلمة فول فيها مد بالواو. بالواو، مين الحرف الممدود؟ الفاء. الفاء، والفاء بيكون عليها ايه؟ ضمة، لان صاحبة المد بالواو قال ايه؟ الضمة. تمام. وزي ما قلنا في المد بالالف، وزي ما قلنا في المد بالياء، برضو هنقول في المد بالواو ان المد ما بيجيش في اول الكلمة، تمام، لكن المد بيجي في وسط الكلمة واخر الكلمة. تمام. تعالوا نشوف كلمة اخرى. ها، كلمة عص فور. برافو عليكي، كلمة عص فور. ها ضميت بقي جامد قوي كده ومديت حرف، ها صوت حرف ايه اللي انا مديته؟ الفاء. برافو عليكي. يبقى كلمة عصفور مد بالواو، ومين الحرف الممدود؟ الفاء. الفاء، شطورة، برافو عليكي. عندي بقى هنا القاعدة بتاعة المد. أول حاجة هنتكلم عنها المد بالألف، وقلنا إن المد بالألف ما قبله بيكون مفتوح. مفتوح، واتفقنا ان ما قبله ده اللي هو بيبقى سميه الحرف الايه؟ الممدود. الحرف الممدود. اما بالنسبه للمد بالياء، ها بيكون ما قبله مكسور. برافو عليكي. وبالنسبه للمد بالواو بيكون ما قبله مضموم. مضموم، برافو عليكي. يلا نكمل. ها بيقول لي عندي تدريب، ها حدد حرف المد والممدود. حدد حرف المد والممدود. كلمة نشيطة، يلا بسرعة كده قوليلي هنا كلمة نشيطة فيها مد بالياء يا ميس. مد بالياء، ومين الحرف الممدود؟ الشين يا ميس. ولازم احط تحت الشين ايه؟ كسرة، لان ده الحرف الايه؟ الممدود. بالياء. تمام. يلا بينا كلمة كتكوت. كتكوت، يلا ها مد بايه كلمة كتكوت؟ بالواو، ومين الحرف الممدود؟ الكاف. الكاف عليها ضمة. ضمة، لازم احط الحركة ايه اللي موجودة على الحرف الايه؟ الممدود. الكلمة اللي بعديها كلمة بستان. برافو عليكي. ها مد بايه؟ بالالف، والحرف الممدود؟ التاء، والتاء عليها ايه؟ فتحة. شطورة، برافو عليكي. اخر كلمة، كلمة آسر. برافو، كلمة آسر، شطورة بقى، قوليلي ده مد بايه؟ ألف يا ميس، عارفينه مد الألف الممدودة. ومين الحرف الممدود؟ الألف فتحة. الألف وعليها ايه؟ الفتحة. وعليها فتحة. شاطرين، برافو عليكم. نكمل مع بعض. بيقولي حدد الحرف الممدود بحركته. حدد الحرف الممدود بحركته. عصفور. عصفور، مين هنا الحرف الممدود؟ الفاء. اه وحركته، هنحط الحركه بتاعته الضمه يا ميس. برافو. لو انا ما كتبتش الحركه بتاعه الحرف الممدود سؤالي ناقص، يبقى اجابتي كده ايه؟ اجابتي ناقصه. تمام. يلا الكلمه اللي بعديها ببغاء. برافو عليكي، ببغاء. ها ها مين هنا الحرف الممدود؟ الغين. اه حرف الغين هو الحرف الممدود، ولازم احط وحركته ايه؟ الفتحه. الفتحه. يلا اخر كلمه معانا، كلمه ريمال. برافو، ريمال، شطوره. ها هنا مين الحرف الممدود؟ الميم. ها وحركتها ايه؟ الفتحه. شطوره، برافو عليكي.
هنكمل مع بعض. بيقول لي هنتكلم دلوقتي عن التحليل الى اصوات، تمام كده؟ طيب يعني ايه ميس تحليل الى اصوات؟ بمعنى ان انا بسمع صوت الحرف واكتب كل صوت انا سمعته لوحده، بكتب صوت انا كل صوت انا سمعته لايه؟ لوحده. لوحده، تمام كده؟ يلا بينا. اول كلمه، كلمه ارنب. ارنب، يلا بينا نحللها الى اصوات. انا سمعت اول حاجه ا، يبقى سمعت صوت حرف الايه؟ صوت حرف الالف. برافو عليكي. بعد كده ا ر ر ر ر، يبقى صوت حرف الراء. برافو عليكي. ها، بعد كده ر ن ن، يبقى صوت حرف النون. برافو. ها، اخر حاجه معايا ر ن بو. ر ن بو، انا سمعت كده يا ميس اربع اصوات. تمام، صوت حرف الالف والراء والنون والباء. برافو. واحد اثنين ثلاثة أربعة، يبقى ده كده أربع ألف أصوات، وراء ونون وباء. تمام كده. يبقى تاني عرفنا يعني ايه التحليل الى اصوات. ها، كل صوت، كل صوت كل صوت لوحده. تمام، برافو عليكم. نكمل بعد كده كلمة إبرة. إبرة، يلا حللها لي بقى لوحدك وبسرعة جدا. ميس ألف لوحدها. برافو. والباء ثم الراء ثم التاء المربوطة، برضو يا ميس أربع أصوات. برافو عليكي شطورة. يبقى أنا كده كلمة إبرة حللتها إلى أربع أصوات. طيب نكمل مع بعض كلمة أخطبوط، برضو نفس الكلام، عايزة أحللها إلى أصوات. هناخد كل صوت وكل صوت حرف نسمعه يا ميس نكتبه لوحده. أخ، يبقى ألف ضمة الأول يا ميس، والخاء الساكنة، وبعدين الطاء، وبعدين الباء، وبعدين الواو، وبعدين الطاء يا ميس. يبقى واحد اثنين ثلاثة، ضف ضع يا ميس، عندنا اربع اصوات: الضاد الفاء الدال العين. الضاد الفاء الدال العين. شطوره، برافو عليكي. تعالوا نفكر مع بعض بقى ونشوف سؤال المتفوقين، ونركز كويس ونفكر في اجابه السؤال، ومستنيه اجاباتكم في التعليقات. تعالوا نشوف مع بعض السؤال بيقول ايه. كون كلمات بها مد بالالف ومد بالياء ومد بالواو من الحروف الاتيه. تعالوا نشوف مع بعض الحروف اللي موجوده عندي ايه. حرف الخاء، حرف الالف، حرف الواو، حرف الباء، والالف، والتاء، والسين، والياء، والنون، والطاء، والعين، والفاء، والصاد، والايه، والراء. نركز مع بعض بقى كده وندور على الايه، على الكلمات. مستنيه اجاباتكم في التعليقات مع بعض. يلا نشوف سؤال اكتشف. بيقولي ضع علامه صح على الاشياء التي تراها في المنزل. ضع علامه صح على الاشياء التي تراها في المنزل. قولي لي كده معايا اول صوره، صوره ايه؟ كرسي. برافو عليكي. ها، الصوره اللي بعديها صوره سفينه. ها، صوره سرير. ها، صورة طفل يا ميس وحاسب آلي. صورة طفل قاعد على الحاسب الآلي. ها، آخر حاجة صورة دي غرفة نوم يا ميس. طيب يلا كده معايا، وبيقول لي السؤال هنضع علامة صح على الأشياء التي تراها فين؟ في المنزل. قولي لي كده أول صورة، صورة كرسي، بنشوفها في المنزل؟ أيوة يا ميس. برافو عليكي، يبقى أحط عليها علامة صح. طيب صورة السفينة بشوفها في المنزل؟ لا يا ميس. برافو عليكي. طب صورة السرير بشوفه في المنزل؟ نراه يا ميس. برافو عليكي. ها، صورة الحاسب الآلي، ها، والطفل اللي بيكون قاعد على الحاسب الآلي، نراها في المنزل؟ أيوة يا ميس، نضع علامة صح. برافو عليكي. يلا بينا آخر حاجة، صورة غرفة النوم دي، ها؟ صح يا ميس برضه. برافو عليكي. يبقى احنا كده عرفنا الأشياء التي توجد في المنزل أو التي نراها فين؟ في المنزل. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.